السلام عليكم، صباح الخير، كيف حالكم؟ تصبحكم ها مشعان زين. بتقول شو هذا؟ هذا يعني الله يحفظكم قرص عقيلي. قرص عقيلي الناس الاول تسوي في طويس شي صفر طاس، يوم يسوونه في صفر طاس يعني شي كبر الكيكه، يعني شوي اكبر عن الكف، يخدمونه على الملاله، ملاله اليمر، لو يحطون تحته اربع خمس يمرات وفوقه اربع خمس يمرات ويخلون الليل يغدي. ها يلا تريا بي 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 انزين. من ينخدم بهالطريقه كل واحد وياكل قياسه ويبغى يفتح يقبض واحد ثاني يعني. فبهاي الطريقه يعني ما تجلس مهبوش بيازم القرص، اذا مهبوش منو بيسكر من عقبك انت يا البنات؟ الابتكار يسوونه كل واحد ياكل قياس القياسه يعني، فينخدم بشرع على هيئه كب كيك. وعاده هو عباره عن ما بالكيك مالنا، لا هاي يسمونه قرص عقيلي، حد يعرف له حد ما يعرف، لكن الاغلب. وقرص العقيلي رقم كبير من البشر ما يروم يصيب الهدف في خدمته، صعب يعني قرص العقيلي حين هذا تدعيا هو مار وحالي وابتدى يصب، فما وحالي الحق اني ارويكم طريقه العيان، لكن نحب نخدم كميه اليوم. فلذلك الله اذا الله جعلنا من الحيين بروم اصور لكم طريقه العيان والكميه وكل الاشياء هاي الله راد. يعني هاي الحين مثلا تقريبا كم دزه؟ اربع درازل، اربع درازل حفيظها ما يزيدن خلاص، هذا قياس هذا مال اربع درزن ما زاد اي شوي، هذا ساعات يزيد ساعات يقصر صح؟ اي بتخليه يتنفخ وايد ما بيصير فوق يطفح. هذا زاد عن الاربع درازل عشان هذا بيبر صغير. ايوه ما وين لك الكبير؟ كبير ما شيء؟ ما شوية ما زين ما شيء. حجمين هنا، هذا حجم وهذا حجم. ايوه حليله، هذا دار في بطن هذا، هذا الحجم الاصلي مالنا صح؟ ايوه الاولي. انت تسوي من الصغيرونات هاي؟ ليش سويت من هذا صغير انت؟ هذا قد ولد صغير، هذا نمون روداكر. هي؟ يجي هذا نمون ابد ما في يجي شكل حلو. على شو قياس؟ القياس مال 12 بيض شو؟ هذا جميل. زين خذوه، انا راس الاولي. ايوه زين خليه يجيب لكم من هذا، ما شيء من هنا. هذه ما في ثاني، يريد يشتري. زين خليه يصير يشتري. اوكي انا اخبرك هذا يشتري بل هذا خليه يصير على قياسنا الاولي. زين يلا ها عينك صبر انت، هداك تتلصق ويا الحريم اخ. صباح شو ها مره ثانيه لو سمحت. Good morning. Good morning. قول لي يا سلام عليك يا صلاح، ما شيء حبة ولا شيات بوسة لوية؟ ما شيء بوسة شيء لوية بوسة وحبة بالكبار حب عودة بعد. سيدة أنا بحل متر عصيدة يا صلاح، هل بتر عصيد حقوم؟ حارة ما تنصب بعدها، حارة حارة ولا باردة؟ لا لا هذا هني حارة هني باردة. ايه؟ زين يلا سير اليوم خس بس خس أرنب أنت أرنب خس حليب هي والإيت هير. شو ريوقك أنت اليوم؟ خمير وفي كبدة. خمير وكبدة، شو تبى صلاح كبدة ولا خمير؟ بيتنقى خل على الله. انت قطو المطابخ كله في المطابخ 24 ساعة في المطابخ بعد اخ عليك صلاح. لا هو هو شو انت بتريك مسوي نمونتين كبود وخمير، انت شو تريد ها صلاح؟ نعال وين تبان تعال يسني حق يظهر التصوير واضح ولا ها؟ شو تبان اسوي؟ انت يعني اذا حين انت لحم بيلو انت شو تبى؟ انت شو تريد كبده؟ لا انت او ده بس اول هي خلوني ها شوفي هو يبغي سمسم ولا يبغي خليل؟ خليل
هي تبخلي عليه كبده انت اليوم تسوي بيت زيت كل يوم تاكل بيض وخليه اليوم يوم شوفي حطي كبود حطي شو تريد الحين انت بيت يا تسوي البيض ما يبى كبده خلاص عرفنا هذا نو جود بنان بنان وانت انت انا ما اريد انت تريد ايه يلا زي يلا لا لا ما بفتح يلا انت روحك افتح يلا ماشي روحك اعتمد على عملك يلا الظفور ما فيك وين بتروح تفتح هي لا دروسك لا روح على موسرات توسير ما شاء الله مخ مخ اسميك ما تايد من حناية تعالي صلاح شو قلت لها توك اموني وردت عليك ايه؟ ما ردت انا ما سمعتها اموني ايوه هي برنس صلاح سيد جود مورنينج واي يو دونت انسر نو جست نو ايوه خلاص قالت هي حبيبي صلاح نعم انت تحبها كوي 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 اسميك متعني ومتصرف يا صلاح متعني ومتصرف اصل لا حبيبي يلس لا 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 كيفي انزي بليز شو الاخبار اشوف كيف تبصر عادة يا سلام ذهبا يا سلام ونحن ندب ابوي لين عين عادة سمسم يحط على حبيب اعطني واحد واحد قرص واحد هذا هي هي يا صلاح ثانك يو يا غادي حمر وشو افاء والترف ريحته صرف والله ان صلاح غايض قال ما بال كبده يبي هذا صمصم عليه بعد عنب وحالق هذا ابو يريد يعني كبده وتوست حبيبي هاي كبده طازه هي طازة ها رقم واحد شو فنان بارك ما بيضرني متعشي البارحة كبود ومتريج كبود أنا أبوه بيتوحوني العرب غدا ريوق وعشاء ها صلاح هاي خلاف في الليل تاكلها زين هي ها زقر بشكارك طيب بلين برلين؟ منين؟ برلين؟ ايه منين؟ ها حق منو هاي الهمبا؟ انا هي لا تعطين حد واني فور صلاح يلا ابا هذا خلوه هذا ابا هذا سيت ايش بتسوي؟ ريولك؟ ايه بدي كير ايه انسي اي واحد بسير؟ انت سيت انت اللي انا اتعامل وياه ايه انت اثنين ها تدرون وين يصير؟ يصير عند فلبيني يتعاونون عليه اثنينه حد ريوله وحد ايديه كم تعطين بيزات؟ كم تعطين بيزات؟ 100 100 ما تشلبك 120 120 حبيبي لا صالون ها؟ صالون مني انسي؟ يعني انت بترتاح يوم بتطير المتو مالتنا؟ انا ما فتحت فتحوا في بطنك 40 غرزه بغل بابا وين بيته 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 يا علي يحبك خالد منو فتح عنها اول يروح اروح تريد حبيبي عمود عمور هامور ايه؟ من وين بحر زي البسي البحر اليوم لا عمود لا ما ادري ما الله اعلم بنحصل ما نحصل شوف نحصلنا هامور يبنا لك هامور شوف هي انزين بتشوفني صدنا هامور لو ما صدنا انزين المكان اليوم ما شفت له اول مره اسيل له بسيل البحر في الفجيره خيبه بعد الحب دبي ابعد عن دبي الفجيره الفجيره السعوديه اول صح متى بحر السعوديه ورا السعوديه الفجيره
وين والسعودية وين الله يهديك؟ وين تعرف؟ بعيد الفجيرة عن السعودية صلاح؟ ساعة. شو بتسوي؟ دقيقة. دقيقة شو بتسوي؟ لحظة. بتعني ومصرف. زين أخلاق. يا رب يا صلاح. اللي تحب ترتب انت صح؟ شاطر شاطر صلوحة. ثانك يو ثانك يو صليح. شكرا. طبعا. وين بسيرة؟ ايه. وين؟ سالون. شو تسوي؟ التاكس على. شو؟ اشو؟ ريولك ايه. يلا برايك الله يحفظك. وين بتتغدى صلاح؟ نسيت. وين بت انا ما نسيت ما سمعت. انا؟ بدك كادرية. وين بيت بدرية؟ بنياس. بنياس يلا الله يحفظك. أنا كذا هني. هي أمس غديت عندنا اليوم بتغدى عند بدرية وخلاف. سبت. سبت زي يلا الله يحفظك. تريا أرباب ما برباب يترياك. أسد يا علما من أسد صلاح فتن عليه. افتن عليه صلاح فنشه فنشه ولا قص من معاشه. صلاح منو سير بعد شو بيا سنك يا سير الصالون يلا سيروا. تمام. اللي خلاني اليوم اقول بصور العقيلي هروح احنا الحين المطبخ مرتب شيء وشغلته طويله عريضه وانا الحين مصمم لا اصور جايين ضيوف البيت ومعتجلين في الخدمة يعني مسوين شيء وايد وانا حين ها شو عندك وتدر بيتكم طريقة الصبي غير طريقة العيان باجي وطريقة يوم ينذر هذا السمسم على وجهه واهم شيء اهم شيء في موضوع القرص العقيلي طريقة العيان هذا اهم شيء في الشغلة كاملة اهم شيء طريقة العيان مال القرص لا بصيركم اليوم غداي في جميرة في دبي وإن شاء الله مساي بيكون في الفجيرة داعيني هالجميرة على بحر الفجيرة مثل ما قالوا نبغي لومية حلوة مزروعة في الشمال عروقها في ديره ومظللة عيمان هاي شغلتي أنا اليوم بما معناه أن رحلة بنبيت اليوم في الفجيرة حاجزين فندق ما تشوفين حاجزين ما خلص شيء ما مسوي متعبين مساكين جزاهم الله خير شيء تصوير ما شيء تصوير العلم عند الله الله يحفظكم معزوم عزيمة عندهم فإذا إن طلع الجماعة ما عندهم خلاف إني أصور صورت إن عندهم خلاف ما باليد حيلة عزيمة عاد كلها في الغبيب في الغبيب هناك وين التبان واليذر حد يسمي يذر يوذر ما أدري به لكن نحن نسميه تبان وقبار بعد هالكنديشنات يا عين حق صيحة ها زي جو انسايد سوي دق الباب وصير انسايد يلا تبي سمعت شو هاي حين رايس رايس بلور رايس بلور يا سلام طيب لو مخبرين المساء بتسوون كان يا سلام جباب ها عمبونا طمه ما يعرف شيء مال الانجليز يعني ما يعرف خدمه هالامارات يعني وحين من يبنات كذا والله كل شيء قبل يعرف فلبين وتايلاند وما ادري شو وصين ما شاء الله عليه قدها بريح يا سلام يا رجل هاي ما بس عليها هاي خمسة يلا عادة شل أنا بطالع القرص أيوة يا سلام أوه هذا القرص اللي عليه رضوان من الله شل أنا شل برق هو بعد سويته بلالي صار داخل ما رويتوني إياه يا الله يذكرك
اعطتنا خدمه الخبيث والبلاليط والكباب، ها كل ما سوى بس الحكومه بس على العقيري. الحين مزحب المقادير برويكم الطريقه هذه. الحرمات داخل، فهذا اللي مخليني انا مخلي وايد خدمه اليوم في البيت، وانا اللي قال لهم بس اسد العقيري، ما دريت ان حد بييهم. فكينا بالصدع والديان وخدمنا الدنيا كلها وفتكينا. كان صورنا يعني الموجود كامل. زحب هنا ابوي، ها درزين درزين ثلاثة أربع درازل، مرة واحدة هاي الخدمة. تعرفون قياس مال أربع درازل، أربع درازل من الكب كيك هذا، أربع درازل شو تحط؟ ستة فنيان سكر، هي فنيان هاشوغا مال، وثلاثة هاشوغا مال هيل باودر، هيل باودر هذا شوية حمير وبيكنج باودر شوية، وزعفران، زعفران عاد مرة نعيم، أبي يخلونا صلو. 12 بيضة طحين، 6 فنيال طحين، 6 فنيال طحين قياسه 6 فنيال طحين. ايوه شوي ماي ورد، شوي ما ورد. قناد لازم يكون بودر مره شرات الكحال. شو السبب شرات الكحال؟ حسب ما يغدي ينقرض تحت الضرس. سوي اعاده 6 فنايل شكر سكر، هي تنين هاشوغا مال هالي باودر، هي 3 هاشوغا هيل باودر، شويه زعفران وشويه بيكنج باودر وشويه 10 بيض وطحين. ست الطحين رقم كم؟ طحين بعد غيره؟ يعني لازم هذا طحين. ايوه طحين رقم واحد عادي ما يستوي. يستوي ما في جسم زي هذا. اخير يعني. الحين انا ما ادري ايش مكتوب عليه، شركة مطاحن الدقيق القطرية. هي حافظ على قطر. زاد فنان، انزين. قادير هذه كلها بوي ترى قياس حق أربع درازن، حق أربع درازن يعني 48 حبة قرص عقيلي من هذه اللي تشوفونها 48. السمسم لازم يكون مهنهن مرة، ها حمر وينذر عاد على الوجه. خلاص بربيكم ترى حين أهم شيء الطريق اللي بي حين اللي بتسمعون هذا كل بوي فوق بعض، عباس على دباس كلها، عباس على دباس اللي تشوفونه بلي ما بلي شيات ضروري ما يكون ولا نفة ماء وينشرخ عاده. حين هذا اهم شيء، شغل اشتغلت ضبطك الدقاتر. اهم شيء الشراخ، كم يريد كيف شراخ؟ شراخ شوفوا شراخ مش اقل من 10 دقائق، كم؟ 10 دقائق ينشرخ، ينضرب بالشراخه 10 دقائق. اهم شيء الشراخ هذا، الحين توني رمست من ناحية الماكينه، لازم يتجانس كامل وتنتفخ الخلطه. حينها بادي الحين اسير انا بخلي 10 دقائق حفيظ من يسوي فل جي ريدي اصقرني يلا. فاقول لكم تتجانس المقادير الشكر لازم يكون دايب مره ما يبين، فلذلك لازم على الاقل 10 دقائق شراخ لين يصير يتجانس بعضهم مع بعض. واهم شيء الحين من عقب الشراخ هذا طريقه وضع يوم بينحط الطحين ايش قال ينشرخ، واخر شيء شو اللي ينحط. اهم شيء العظيم يقول لك لو ما بالحسد ما مات حد. يني مسجات وليش تعلم العرب؟ لو تسوي لك بزنس بتغدي مليونير. ما بغدي مليونير. ما غديت مليونير، هالدهر لي خطف من حياتي، الحين بغدي مليونير عقب ما خطف ثلثين العمر؟ لا ابوي ما من حاية. والله مشكلة. ما يغني ربه معذور، ليه ما يغني ربه معذور؟ الحين بغدي مليونير؟ ما باهن ابوي احبي غير ين لو غدي مليونير، خلني ابوي علم مانع عليه، الحمد لله. الحين بتيني الغناء مو ورا قرص العقيلي؟ ما باها الغناء ابوي اللي ورا قرص العقيلي. لا يا ابوي خل ابوي كل حد ابوي يقبض مهرته. يا انا ابوي حي وصاحي 16 انا، الشيء اللي قلت لكم من قبل منكم قبل شهر وخبرتكم، اي شيء فيه شويه صعوبه ومن النوادر بخبركم. المسجات ابوي ما بتنزلهم ولا بفتكر فيهن، هل يقول لا تخبرهن بيكسدن علينا وكل حد بيسوي له برايك خل الواد متخدم. الله يشغلن عمارهم في بيوتهم بدل ما همت فهرات في ريالهن، الا وين سرت الا وين جيت الا اروح فيك ريحه غريبه. والله غير نمون يشغلن عمارهن وكل يوم يتفننن بشيء، بدل ابوي ما يطعم العقيلي والخبز والخدمه عند شرق وغرب خليه يطعمه عندك انت. بالطرش اللي صدو وسقم ريج وامدحه، انا ما بمدح الزين بقول زين والشين بقول كنشين، ما علي من كل اللي بيزعل هكو الدرب. ما بيالس كسر مياديف، يعني الشين بقول زين، الشين ابوي عقول انه في عل الدبش. لوادم ابوي ياكلون شيء الفنان. فهمتي الشيء الزين وياز
ترى ابوي بنقول حق الريل ترى هذا زين ولايت والله الله فيها وسفرها وعاد وسوي لها تقويم سوي كل شيء. سويتي له ابوي هذا خدمة ييتك عمه تقول ما ييتك لا والله بخليه يرقد عليك بعصا. ريدي يلا خفن 10 دقائق يلا سر 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 سرت واحترت. نيبالي حليله نيبالي جايبين ابوي حق عرب 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 ابوي يحافظ عليهم ويصير عندنا مكان بعيد. شو اسمها الحين؟ مره زاهد الحين الحين ها هاي طريقتك. كم 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 ست فنايين اخر شيء عاد فوق القناد الاول اللي حطوه قبل الهيل يحطوا الخاشوقه وحده الحين اخر شيء امنع عاد وقبل ما لازم هاي اخر شيء ذروا ابوي خاشوقه القناد ركزوا هذا اهم شيء لا تقول ما قلت لكم هذا اهم ما في الموضوع اخر شيء عاد ها لازم في خاشوقه وحده دهن دوابه خاشوقه وحده ولازم عم ما ينترخ زياده عقب دهنه الدوابه لانه بيخترب كل شوقة الدوابة بس سكروا عنه بس هذا هو وازم يجلبون الا بخاشوقة يعني شوية لان انخبطت زيادة بالخاشوقة وهو في الدهن بيفش هاك اللي انتفخ وهذا طريقته ما يتبزونه لين عينه الكب ها الثلثين او النص جنة لان يريد يتنفخ هذا غير عاد صبها ويحطون مكاين وما ادري شو يحطون شيء يعصرون شرات الكوز ما اعرف لان هذا احنا نستعمل الطريقه البدائيه الاوليه فالها لا تيس تعتش بليفه تخربه تو ما خذات بس هي تحمل يا ويلك ابره لانه جاي من نيبال هذا جديد يعني شيء من احد من العرب يعني ينسى ساعات كان يباله في النيبال يمكن بعد يعتشون التاوة بليفة غير أبوي تاوتي ما تهون علي. أربع درازن 12 بيضة تسوي أربع درازن أربع درازن عقيلي إذا ما تشترين أبوي من السوق بايش الحكي بس تلايا ولا يبقى يلا يلا انقفض 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 كم جاهز حار هو حينه؟ اني اول سوي شكل لان يجي يرد حار فول. هي. بس تحت ها؟ هي. اول تحت. هذا مني 10 دقائق. ما بادي يشتغل من تحت يتشغل لي تحت 10 دقائق صح؟ هي. زين وعقب يتبند اللي تحت يتشغل لي فوق لمده. يجي حار يجي احمر بس خلاص. 10 دقائق روحه بينتفخ، من ينتفخ تبند اللي تحت تشغل اللي فوق يباله ثلاث دقائق اربع من يحمر الوي بس بند عنه. واظهر. والسمسم نحن ما نحط شوية نكود ندب دب لين عينه بالعرب يقول نحن ما يعيبنا السمسم ندور لك عاد درام وسمونه ما فيه ما يخصني اللي عيبه يعيبه واللي ما يعيبه على هو عيب السمسم ليه يحط سمسم لكن لازم يكون حمر على فكرة لازم السمسم هنهن ها حمر ما ينحط أبيض ما يسده خلاف الضوء ثلاث دقائق حطيته ثلاث دقائق وهوني يحمر القرص والسمسم يغدي ابيض مبحلق حشرات هذا ها زاهد ترى الحين بعد شوي برويكم من يصير يتنفخ يخف العشر دقائق قلت تبوي السمبوسه مالت العينه السمبوسه اللي يقولون ابوي ليش ما تخلوا بشاتيركم يلبس قفاز؟ نحن ابوي ما بنسوي قفازات، اللي يبع مرحبا وسهلا، اللي ما يبع عليه الرب حافظ، انا اروح اجزم القفاز. يلبسون هل بالمطاعم، انا ابوي ما عندي شيء مال مطعم مال سوق، ما ابيعه انا، هذا ابوي حقي وحق هالبيت وحق صدقاني وين ابع. ايوه ها دارن درزنين. احنا بنتيم الوقت عاده. كم حينه؟ حيني طواحين 200 ها؟ دقائق الحين تحت الحين شغال صح؟ ايوه 10 دقائق 10 زين الحين ما تخلص ال 10 دقائق زقرني حق نروي العرب زين؟
زي حفير من 10 دقيقة خلاص زقرني. تعرفه؟ يلا يلا راوني. غرب الله ما كان ما بهي ترى. متى تعرف تسوق؟ أنت ربطاني بابا زمانيتي ليس. أم يلا 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 ليس يلا. أنا هذا سفر أول جواز خلاص أنا يجي تريد ليسن. تريد ليسن؟ أيوه. ليسن؟ إيه. شفت وجهك أنت؟ ليسن مال دراجة. ما في هذا الدرج أربعة ها؟ اثنين ترى خصوصي سينا برا هي. هي. أيوه. مال دراجة ولا ما سيارة أنت؟ ليسن وش سوي؟ دراجة؟ إيه ليسن. ما يريد سيارة. ما تنسي خلاص. يعطي؟ هي يعطي. أسفي واعتذاري لكل اللي تأخرت عليهم طلبياتهم، يا ضغط زيادة على اللزوم ما شاء الله تبارك الرحمن هاليومين، فلذلك اللي ما رام يحصل الحين فن العشر دقائق أقولكم، فاللي ما حصل طلبيته ترى الطلبيات موجودة لا يطرج مرة ثانية، كل موجود على الواتساب بيوصلكم خلاص. بلم شيء طاردين وعلى السناب لا حد يطلب ما شيء طلبيات على السناب، ما حد يطلب على السناب بعد أنتم كنبوا. الحين ها شوفوا ايش قاعد تنفخ مره زاهب الحين خلاص بنت من تحت حفيظ بنت من تحت زين الحين تلبس من فوق بس ترى الحين زاهب وهو من تحت الحين بس اللي من فوق بس اللي قيس اللي ما يحمر يغدي شيء غير خطها العشر دقائق اللي قلت عنهن صح؟ ها حفيظ من 60 لل 50 على نجي 50 بس خلي فوق اي من تحول على اللي فوق الحين حبيت كم يريد تيمة الحين؟ ثلاثة ولا أربعة دقيقة إذا أحمر ولا برا حتى يعني على حسب الحرورة شو يشرخن؟ ها شوش الحر سب من أكسر بطنك كم متنقد أنت؟ يا ينا بطنك ما تنقد أقيني تنين درزل كم سويت أنت ثارك؟ 12 12 درزل زي يستاهلون هالجميرة أبوي ليش لا؟ فرنسا حق منو هالحب بابا بابا انا ابو بابا هذا مره كل حد بزلنا الحب انا اخذه ني ونملح وروحنا هني نحمسه حق الطريق بدال ما يس طويله ولا اريد ارمس وايد في السناب اشل وياي حب اقصر في دوب يقصر علي الطريق سريدي يا يلا خلين يبرد من يصير يبرد حطوه في قريطيس وحطوه عدال عاتل اللي وادم عاتله حش كل هالها حد داخل بعد في البخار يغسلون الكنديشنات لي من داخل ها ان شاء الله الحق عليه كم ديت اكسباير هذا اقراه انت 2018 يبوننا منه الحين خلي يصير يبون زياده بيوجفون ابوي هاي الفلورز ما تشوفون اللي حاية واللي ما لحا بيصيرون بياخذون بيوجفون من السوق وبنتو بنمتحم احنا والله حتى اللي ما لحا بيصير بياخذ منه بس الاغيار عند الناس اللي من غير عندهم الافران كبيره هاي احنا ابويا افراننا تشل اربع درازم حد من الوادم كبار يعني تشل بال 20 درزم 30 درزم هالطولانيات اللي شرت الفريزرات هاي يدخل سامانك في مره واحده تفك عمرك بالصدع والديانه الحين هذا يعني بالاربع درازل اكثر عن اربع درازل ما يدورن وفي اثنين بعد الواحد يشيل درزنين بشيركم لازم تعرفون شو المقصود في هاي الافران الافران هذه الله شيء نوع فيه شمعتين من فوق وشمعتين من تحت هاي المبزينات لازم اربع فوق واربع تحت شمعات فوق واربع شمعات تحت هن القويات ومره ولا يعولن وايد زينات ما ادري شو شركه تنعاد مال اليابان ولا الصين ما يندر. اثنين اخوان انا ماخذينها نفس الشيء يلا عاد خلص ها شوفوا ها ذهب 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 زهبة شيء ولايك رقم واحد ها كيف جاي يا سلام يا سلام مسك 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 عاده حرام يا ريت اقول تضرب في خمرة الراس طيب فنان ريحة السمسم تسدك والزعفران والقناة
تم رجيم ولا غير رجيم وليهم أبوي هيدا باسم لاين هيدا باسم لاين هيدا باسم لاين اسمي هسال هي هي سويت شيء طعمت منه كل من سوى شيء طعمت منه عظما لبطن التش عاد لا غدا اليوم ما غدا كان لين وصل دبي عين الله سؤال صراحة بالضبط من دبي باسل لحد متى برجع؟ من الفجيرة؟ ايه بخبرك الحين البرنامج كامل شوف بالضبط بسير دبي ايه؟ بتغدى في جميرة ايه؟ وبمسي ان شاء الله في الفجيرة ايه؟ زين ايه؟ بمسي في الفجيرة ايه؟ وباكر بس بحسب بندخل البحر برد بندخل الصبح البحر ايه؟ الفجيرة ايه؟ بنصلي الفجر ما ندخل البحر بندس البحر ايه؟ دشينا البحر برد العصر المغرب الله العلم عند الله ايه؟ على حسب برنامج يوم الجمعة جمعة. هل ان يوم الجمعة بنضوي دبي ولا بنبات في الفجيرة ايه؟ هذا شيء علم عند الله على معزوم حبيبي انا ما ادري مع لعازميني شو بيقولوا اذا ما بتنا في الفجيرة ترى انا بضوي دبي ايه؟ انضويت دبي ترى مبيت بيكون وين عند عيسى عبد الجليل دبي. في وين دبي. دبي اللي في بيت اللي في وين بات يوم الجمعة اذا ان فهمتك الحين نعم دبي تعرف ايوه انا بكبري نسيت انزين اه. ويوم السبت ان شاء الله بي ابو ظبي انت شو تريد انت بالضبط صح صح ايه؟ اي ابو ظبي ولا تنفي دبي لا هني ان شاء الله اللي تامر اي يلا انا وايد تاخرت وي في الظهره ابدا لين صليت ولين ما ادري شو تسحبت وحده وهنتين هبابي تحريت الا انا عمري مهوير القوايل ترى هالعرب ابوي كلها مهويره عن ابوكم القوم تروخكم القوم تروخكم انتم من يدنا الظهر سيدي شليتوا على وين شكل الوصول شارع بن بطوطه ما يندرى على كم باجي اظني هب بعيد اظني انا قريب العلم عند الله شو اللي استوى واحد قبل اللفه دقريتين واسمه احمد من هال العوير دقريتين ويا سيبربر ويا خطفني عن مره حين تصابيت على الطريق ولا شديت هالطرق ابدا بحياتي قبل تسور عدي بهالطرق يعطيه وانا باجي سبع دقائق اي هذا وين ثمونه هو وين سيتووك ترى والله كان تبون الصدق الله رحم العرب هذا بجوجل ولا كان ابدا حرام ان اليمين ويسار يازم بيك ابوي بطالعك فرصه روحي ها سيتووك روحي يا بوك سيتووك يسوى الاساوي ما زادهم ابوي كلها المعولتي فيه على بعد 400 متر الاتجاه على اليسار شوف معناته انا حينه زدت الطريق طريقين مفروض من قبل القناه بيك متدوب شوف اتجاه نحو اليسار انزين اصبر عادل الاشاره حمراء القوم تروغك باجات 4 دقائق ايه حطوا الغد ما شاء الله ما ابطيت يعني في الطريق ظاهر من عقب الصلاه من عقب الصلاه وعقب سبحانك يا رب الحمد لله دقيقتين باجيات ما شاء الله هذا بيت حد مشيوخ ابوي على بعد 150 متر هو بيت الشيخه توه ها بيت شيوخه على يميني انا عده حبيت انزين انا انزين الحين على بيت شيوخ على يميني انتوا وين بيتكم؟ انتوا ساكنين مشاهد بيت الشيخه ها؟ احنا الصوب الثاني هي على اليمين احنا على اليسار شوف انت يا سعد حظك يا ابوك حتى مياور الشيوخ انت هي هذا انت هذا انا شوف انت مغلطك كل هالعرب ابوي شافك يلا ما شي ابوي التصوير الحين ما بيوجه السلام عليكم ابوي غداكم رقم واحد وما شي شراسه بالعافيه وكله زين وكله فنان بالعافيه مشكورين ما قصرتوا هذا من واحدنا هذا الرجال ناصر احمد خميس والرجال هذا والله والنعم وهذا الرجال مرحبا 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 لا تقولي هالرجال بيصير ويانا البحر شيء تغوص هناك ولا ما شيء تغوص بيصير ويانا البحر ولا قطوتكم يا غير نمر يلا تعال يا ابوي تعال بارك الله قطوة شو لونته؟ هذا سكينة تعال اسمها سكينة؟ ايه هاي سكينة وهذا فليحان هذا شو؟ هذا ناصر ناصر قول لي ناصر بالراشد هي
ناصر بن راشد هاي لاف سكينه وفليحان. الحين بوي حملوا اللي بيصير ويانا نحن كم الكعبي واحمد الظاهري هي وناصر هي وبن غليطه زين بركب من ساعه يا ربي ما زين لك ريعينا تك ما زين لك ريعينا تك يا ابوك ما زين ما شاء الله تبارك الله. يلا مرحبا ابو محمد. مرحبا بك. لا تخاف وياك الذيب. الذيب مو لقاب البحر يعني انت الحين اكيد ذيب. ما بدغس ذيب البحر دغس لو ذيب. اي حد ابوي من الشرطه اللي بيخطفون هني من العسكر ولا شيات لحد يخالف سيارتي ها اي ايلس ظهر تعميم لحد يقول شيء حق سياره في جيره وانت ما بسير ويانا؟ لا ما بسير وياكم انا. ما تشذبك؟ لا يلا توكلنا على الله. بتينا اخر الليل؟ انت اول الليل ما تتشاهد وين اخر الليل؟ الله بالمستعان. تسلم يا ابو خليل يعني تسلم. ابدا قلت لهم ابوي في خاطري اسير الكوفي هذه اخذ من اللي تحيدون في السيتوك اللي قلت لكم ريحته تزقر مسير يومين مره يا جماعه ترى ما بروم اصور المحل ما فيه باكر يقول ابوي ما بعنا والسبب انته تقارت علينا سامحوني سامحوني لا تقول ما قلت لكم صورت هالكوفي ما بصور ما روم يصير حد يفتن علي ما في ابوي على الفتنات ولا ما رامي ترى يبعد هي دبي هاي ما تلاعب قوانين صارمه بربر قدام ايش والله وقفت مكان ممنوع يزولونك تزويد في راسك حب ما انطحن حب ما انطحن ابوي انت في راسك على هالاغاني هذه بك دوم يا المبرون اهداء بك لله أظني من 28 27 سنة ما يجي الطريق الذيد هذا أنا خط الذيد هذا من 27 سنة ما يجي ما شاء الله والله وربك اللي يتعبك زين فرج حافظ على سوق اليمعة مالي عد في سوق مالي عد به كانت بس صدق هي شي ريال ياكل حيب في هالزمان منقود ريال ياكل حيب رمسه فرصات ودني يحافظ على هالدار كل خير فيها كل خير فيها هي يده حليدو الحين بيظهر اصل هذا الحين بي وحيله وحيله خمس دقائق بيشطف هالخر يخلبونها خلاب بيخلونها يدع كامل كل حيب ويركزونها ويقصون شرات ما يقصون الشوارمة شو تبى انت الحين هنبة؟ هنبة عسل؟ لا انا العسل ما داني انا العسل بالكوفة ما داني هذا كل يسوي خريات هذا يسوي خريات انت وين انت ارباب مالهم هذيل؟ ايوه مطوع انت؟ ايوه اكيد؟ لا هاي هذا ما في ما في مطوع؟ هل بلا مطوع زين اربر هلا قوة العفاريت فيه كرسي ما بيضمني ابوي هالكرسي ها ما صغيروني ما لي حال تعال تعال ابوي ما اريد بارك الله فيك ما اريد الله يخليك بارد ها يا ابو اللي ناريله ملغى يا ابوي ملغى ملغى حرام يا غير ما ملخرس ما في حلو ما في سويت ما في سويت ما سر ركز هذا ما يتشاهد ما في حلو ما بغيت ما بحلوه انت والله توزيت مدبطني لين عينه قوة العفاريت ابوي نحن شوف نحن ضرينا على شو على يوم يخلبون الخلا يظهرون العيال كواريب يظهرون الحيب منها طريقه
اللي في المزارع الكبار ياخذونه يخلون شرات القب هاي تازم سنطوانه ويرحون منها ويبيعون على العرب والناس ساير جايه. هل السعودية ظني والحسا وهالقطر يسمونه يذب، نحن نسميه حيب، في الإمارات اسمه حيبة أتوقع، ما حد ما له اسم ثاني. في مصر في ظني شرم الشيخ، لأن هالسنطوانة البيضة طول الريال وكبرة بوديتين وكل العالم صافين عليها سيد ورون سيد، وتقطع وتبيع وتقطع بعيد الشر. شو هالشرات الشحمة؟ يوم سألت وقال أبوي هذا قلب النخل، قلب النخل قول لي. لك بارك الله فيكم بوجر. بعد متخسر انت؟ انا ابو شو هالعوق وحالك؟ ما شاء الله وازي لو اخوك. صفينا من هذا كله. ايوه يلا ايوه يلا 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 زي اورامنا يلا اخطف اخطف خطف مطلعي ايه سو ترتيب زين عاد ها كله ترى ينعق الحيب هذا اللي فوق ها كله عاد عروق ما يتشاشرات الليف سقم ريج لم هذا من صفاه ينضرب بالوصوف يقول فلان والله اصطاره يا غير حيب انا ابو ما ها شوف هذا بس الصقل بيصفى كان بعد لا اظني بعد تظهر عليها اغلى عن بيع السوق الله يعطوني مليون ما خدمت هالخدمه خش علي الطويلة العريضة. سمسم هذا ما في؟ في. جيب. ايه يلا جيب صحن. يا غير يبن. يا غير يبن. خلي يحطه كله في الصحون. اي يلا. بارك الله فيك. يا سلام. يا سلام سلم مية حين هذا؟ تنمية؟ وهاتكيلو كم بيوم ولا ماذا؟ هي 150 وهاتكيلو 150 قول لي هذا لنا بيوم هي أنت هي ديسكاون 200 ديسكاون؟ ديسكاون على طول أربعك الله يل 200 سيدة على طول هاي ما اقول لك روزنا حطوها بشرف وغرف ما يازت عن طرارتها يعني هالميوة وهالخضرة وهالدنيا كلها موجودة ولا عيبت وهذاك الحيب وهاك العذاب هو الياس سبحانك يا رب هاي نقول لك روزنة حطوها بشرف وغرف ما يازت عن ضرارتها نحن
اللي بيظهر لازم يظهر يوصل لفجيرة على عين النهار، حتوصل نصايف الليل من تغط الشمس عبارة ما كأنك سرت ولا جيت. ليل هد كيكينات الأول، أول ما نوقف عندهن أول يوم أيام الكشتات، اللي الأول كشات عانين من أبو ظبي لندبة، أول بادي موجف عند الدكاكين، هذا الدكاكين اللي هني هذيل، وناخذ أبو سامانة القويطيات بارد وما بارد وما، للراشد الرئيسي من أبو ظبي أبينا، الأول في الثمانينات وأوائل التسعينات، قبل التسعين يعني، المنطقة الرئيسية في الأعياد كلها العالم في دبة. عانين يمكن 10-12 سيارة يمي البكابات ومخيمات إني نخيم أيام العيد كاملة نقضيها في دبا. من أحب برويكم المكان اللي وين يبتدي المخيم، تبتدي المخيمات يعني. تنزل من هون دبا على اليسار. لا على اليسار واليمين. كلها دشت فنادق، هاشوف على اليمين واليسار كلها فنادق، فنادق ولا فندق، ولا فندق في هالمكان، وهاي السيوح اللي تشوفها كلها طايحة، ما شيء مزارع، كلها خيبة. كشاتة على اليمين واليسار، هذا اليسار وهذا اليمين، كلها كشاتة، طنب الخيمة بطنب الخيمة. ما زين اللي هاك البيت اللي فوق، يا الله يهني راعي فيه. مرة فوق قمة ليبا هاي حيدة مزرعة شيوخ ولا؟ اي نعم مزرعة الشيخ خليل بن زايد ولا غلطان؟ اظني هي ثبتنا العقل هاي مكانها الاولي هذا ابو الشارع الاولي هاك اللي تونا ودرناه هذاك ما هو الشارع هاك اللي عقب سووه هذا الشارع الاصلي الاولي هم وين حضرته بس؟ والله يميع السياح اشوف فيه سياح لو سواحي والله عليكم يا سلام سلم يا سلام سلم يا سلام سلم وهذا على الله يحفظكم في الدغنة الله يا ابوكم ولا اللي عد بهالمكان يمكن من 30 سنة ما جيت هالمكان شفت تغيرت الدنيا سبحانك يا رب هذا اللوبي مال الفندق يكاد أن ينطق الفندق اللوبي مالي يكاد أن شو ينطق والله شيء تول تول فنان وقاوي هذا بعد مدير الفندق كبره كم في اكسبريسو داخل بكينة مكينة داخل هذا الغرفة في أوكي. نسبريسو بلاش ولا بيزات كيف نسبريسو بلاش ولا فري أكيد لأن الموضوع هذا أنت ما تعرفه في موضوع ثاني في موضوع ثاني المتابعين يعرفون هذا الرويال سويت هذه الرويال سويت هذه الليفينج روم والدايننج روم هذه الماستر بيدروم أيوة حجرتين يا أبو كان مركب خيل يا أبو هاي حجرة شيوخية يا سلام سلام فري بوي في كل مكان وين ما تصيرون فري عاد المعنى لك يا جاره هي يلا مع السلامه يا كل شيء حتى موزهم بدقه تحروا موز عادي موز بدقه هي حافظ عليها وانا يا ابوك هذا يا ابوك اللي صمم هالفندق هذا خسرانتي
يعني بهالمساحات الكبير هذه ابو كمال اربع سويتات بغرفة هذا ثلاث يا ربي مكبره يا سلام سلم يا حافظ يا حبيب يا حافظ يا حبيب يا حافظ يا حبيب ايه هاي بكل الغناء بعينها هالحجر عاد مفروض انت تدور فيها ما بنى ودر عنك انت السالفة انا ابوي معزوم غرفة الضيوف الماستر روم لكم انتو بحر طايح طيحة لكن يمي البوانيش علو لا إله إلا الله منو قال هذا الشيء بيستوي في هالمكان سبحانك يا رب هذا هو ها حليلة نحن في أي دورة الحين 12 ها صد صد ياي صد يا في الوقت اللي خطف هالمكان اللي تشوفونه قبل 25 27 سنة حتى الكلاب الضالة ماتي إلا من عيد لين عيد نحنني أنو الناس كل هالناس الأولي الرحالة يعني اللي يصيرون الكشتات يجون هالبقعة ولا ولا فيها حتى نفاخ الضوء حجرتي بعيد أخير عن الحجار كلهم تبيع وتشتري فيهن كلهم شوف انت المنظر روحه كم يسوى كونت بلا كونه يا بوك ما بمال نفر واحد مال 40 نفر هالسويت فندق الفقارة هالفنيدقات ضايعات عدال ما شاء الله اللي نحن فيه مواقعهم كلهم غاوية يا غير هاي لك شوي تستضعي تسبهم ضئيلات يعني وأنا شيء ضئيل ما داني من استويت لي البحر طايح مرة صلان يبدأ منظره غادي سبحانك يا رب حضنا حق باكر إن شاء الله دخلت الفجر اسمي شرف جيرة شرحة 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 هالبلاد تدخل السرور في الخاطر ولا بر ولا يبل ولا سيح ولا انها بلاد ما شاء الله تبارك الرحمن عليها رضوان من الله اللهم احفظها يا رب العالمين فنانين يسوون نوم العين صغارة النفس والطيب والاخلاق والاحترام من استوينا ونحن عرفهم ان شفته في غربه ولا في بلاده الكرم اللي فيه هو ما يتغير كرمه في بلاده وخارج بلاده عبر الحدود وداخل الحدود وراعي الفجيره في ميزه زد على العرب كلها ان شافك في بلاده ولا خارج في بلاده ولا غير بلاده بيتقبض فيك غصب زور تبقى ان شفته ازم يدير عيونه غير بنكه ولا بقرم شايف حريج مبوجر لا يتقبض فيك غصب زور من يشوف الادمي الغريب ازم يتصدد ازم يتصدد ابدا ازم يتصدد عيون الدور شرق وغرب عين غير عين لص صدياي ها انت ابو كندوره احمد والله والنعم وانت ابوي ايش اسمك بارك الله والنعم كل هالعرب وبيعرفك بارك الله فيك الحين تبي ساعة من يوم صورتك وقت الغداء كل هالعرب عرفك يقولون ها راعي الشندقه كنا ما الشندقه شوف انت طالع
ناخذها هذا ناخذ انا زين. دوم هني العين ما تعلى لا لا زين دوم طايح هني شي طحرك عاد ما حصلنا ودام شي وين بنصير باتن نحن مكان بعيد لو قريب والله على حسب راع الطراد طالع عمرك بيصير بعيد ولا قريب دابا احنا على حدود ايران انا ما بقربها اها بعدني ما فرحت بعيالي كبتر فوق الطير هو يطلع شر العيال عبود ولد الشحي هي لا عبود داق لي امسات من ميونخ اي صايم ودي مغاني فندق اللي نحن فيه زين ذيك وين حجرتي اللي فوق وين بيصم ضيع عيالها فوق فوق جرنثور محطوط هذا مره اخر الدنيا تابع للفندق هل الشقق هل تشوفونهن كلهن بمبتاعات وهاك واحد مربيعني هاك اللي لابس بنطلون جيشي هو ماخذ واحدة منهن عرفتين هي وصالة وميلس ما شيء صالة وميلس ما تشوف أيوة زين تقول الفرضة هذه تابع حق الشقق يعني شيء باركنات حق سيايرهم شيء باركنات حق طراريدهم زين منين حويره واحد من الشباب وقال لنا تعالوا بس بعيد لا والله بعد وايد لا خمس ساعات من دبي زين كان يرزى ويستاهل عنوه يسدك الا رمله تبراكه ان شاء الله تبراكه تحراها مسجد اي بس بنيها في الشتاء مو في نعل حق لا كل واحد هذاك فندقنا نحن كل هالشغل ابتاعات عادة كلها تمليك صدق حتى ماشي رطوبة رطوبة حار ماشي حلو الجو حلو الجو ربيعي يمكن بعد الحر أكيد بعد الحر الحر شهر 7 و8 منظر جميل يسوى نوم العين والله ولا أروع شيء فنان ما شاء الله كل الناس تشوفه ها على ناصر السامان تعرف ناصر السامان والله والنعم ارمي سوي ها ناصر سلام عليك الله ابو جمال زي ابو جمال لا تحاتي ابويا خير الله يسلمك كيف انت مرحبا بولد السامان ظاهرين هب ظاهرين خاطفين تي لأن ثار ما هذا مطعمهم هاد مطعم أولي سي فود ها سي فود لكن فيه لحم فيه بعد أيوة ها سمعت كل ما رأس الخيمة ها قصدي من الفجيرة ما شاء الله وهذا الحي يعني هذا حي في نص الحي وفي حمر حي ما شاء الله كل حي اي كل حي وهذا شو هذا حمور حمور حي حمور هامور هامور هي شو اسمه حمور 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 ديكوركم وايد جميل ما شاء الله ومكانكم راقي وادم متى الناس تي الناس يجي بس الساعه 7:30 7:30 ها 7:30 وفي انترتينمنت على الخارج في سينجر ليدي سينجر وفي فاير لو عايزين نشتغل طاوله هنا ولا طالعين ثانك يو ايفري بادي شكرا زين شو اسمك انت حذاع حذاع هذا حذاع حذاع سوى حذاع ما شاء الله عليك متى جيتوا ما شاء الله زين زين الله يسر اموركم حبيبي بداية الله ما لا حذاع فندق يسوى نوم العين نوم العين ها وين يلا غايته يعني إطلالة ما شاء الله إطلالة رقم واحد شيء فنان خيالي هذا خلنا كنا جايين هذا شيء روحه مرتفع حاط أعتقد شارات الكوفي هب كوفي تحت مطعم كنا مطعم
شيء ما سلطات وما ادري شو على الحوض وفوق شيء وخون شيش حاطين لهم المكان هاي المنتهب عشان ما يغثون العرب اللي تحت واللي ما يدخون يلسون تحت شنهم اظني لا روح يفسر هاك بيتونا كنا هاي شي مسوي فوق الدواخه اللي بيدوخ فوق هذاك وين نحن ساكنين هذا الحوض سبي يا ساتك الحد روحه يعني اللي بيجي له شيء جميل يعني هو عمان كلها دروب وين ما تصير تخطف شو اخر المعلومات اللي وصلك عني يوم صراحه بهامور وطالب هامور من بقعب ما فيها هو امير ما لا حبيبي قولي انا كنت اتابعك من ساعة الضحى قلت له زين وخلاف قال لي عديبك يوم صراحه يطلب منك تجيب له هامور ما طلب هامور الا من الفجيره سنة 90 في ميونخ لا لا والله سنة 90 في ميونخ يا ابو غانم بالشحي يا هين زين زين الله خطفوك اللي تخبرون شو اسم الفندق اسم الفندق فيرمنت الفجيره اللي واد ابوي كلها متيلغة ها وانا اقول لكم فندق الفجيره يا سد ياي الحين ابوي كل حد ابوي يعرفك انت شو سالفك انت مشهور ما شاء الله عليك ايه ما شاء الله جديد ما جديد من الاوليين ايه يا كل حد يسألني هذا منو هذا من مليون حد طرش لك رسالة أصلا أنت براند أنا؟ إيه أسكنت يا أبو أقوى عشان انا ابوي الحين اللي ينتقدون يقولون انت اول مره تصور مشغل الموسيقى ابوي انا احب الموسيقى واحب الطرب عند العرب انا ابوي ما بميت انا انسان حي شغل الموسيقى شغل الموسيقى ما اتبرض انا شغل الموسيقى لكن راكب ويا عرب انا ابوي عبري انا ما براعي من الكحين راكب على سيت درب لوبي وانا ابوي على كرسي المعيوني ويا ميلس انا يعني ما بروحي في سيارتي حتى لو بروح بسيارتي انا شغل الطرب يعني ما شغل طرب ما شغل الموسيقى انا ميت انا شو اللي حادني ابوي انا في راسي احب ما طحنت ولا هو بادي شو التحرون شغل بالروغه احب محمد عبدو احب عيبه يعني وايدين اللي احبهم انا كل انسان زين احب اغنى لكم ابوي ونحن رادين بخلي يزيد على الحس اسب له قياض حق هاللي ما يعيبه الموسيقى والله مشكله انت بعد ما يطرب اللي ما يطرب حيوان ابوي اللي ما يطرب حيوان هاي مصيبة هاي الناس تقول لو مستوى الدنيا هالوصف ما بنا بعد عنا بعد عينها العرب الأوليين قال عاد حين يدورون علي أدنات الدون من أقول كلمة قالوا يوم قالوا يوم قال قليت من دنياكم بقولوا على علي باس شان خاطر ابو محمد ها خلينا ابو علي ياكل قرص العقيل اليوم
الخالدي يو الخالدي هو يا مال هو يا مال كلام هو يا مال اسمك تبو سمك الخالدي هو الخالدي مين ترسل حق خالد الخالدي هل يشوف ما يشوف ما يندرى بحيرة انت دائما متى ما يقت يصور بصورك سلم عليه. هذا يا ابو محمد عرس ولد محمد العبار في عنده اليوم في البيت مسوي عشاء وهذا صاحب كان الليل خالدي انت وين انا وين على خوال موجودين موجودين انت اللي مو موجود شارد اليوم ما قطري من الاخر تنور خارجي تنور ايه. هذا زين حق شو يسمونه خالد الخالدي يطبخ فيه سمن سمن الدوابة ماله. والبنين إن شاء الله. وأرحب براشد وضيوفه طبعا.